سلام دراري بنات، كنتمنى تكونوا لاباس تكونوا بخير. وصلنا للفيديو ديال الباجي، راس المال الكافي باش تبدا التجاره الالكترونيه. فقط الاخوان بغيتكم يعرفوا باللي هاد البارتي هذه بالضبط هي ابستريم مجرده، لانه الا كنتي انت تقدر تحتاج 2000 درهم، واحد اخر يقدر يحتاج مليون، وواحد اخر يقدر يحتاج غير 200 درهم، وواحد اخر ما يقدر يحتاج والو. دونك يحاول تطبقها على شحال عندك ديال راس المال داكو. ومعلومه يمكن لكم تعتبروها موتيفيشن تاخذوها، وانني انا بديت الايكوميرس 300 درهم وغير مسلفه من عند الوالده، ودابا كون كان بيدي نعيط لها نقول لها فوالا الوالده ديك 300 درهم، تقول لي اه اللي عطيتك من فلوس المصروف. كيف خصكم غير تعرفوا كيفاش تخدموا بالامور وبالفلوس اللي يكونوا عندكم، وتعرفوا في اللي تصرفوا في اللي ما تصرفوش في اللي توخروا. داكوغ، نحاول نعطيكم هنا قاعده وطبقوها على السيتياسيون ديالكم. هنايا خدينا على اقل تقدير، ناخذ بعين الاعتبار ان الوقت شويه ولا شويه الكونكيرونس. داكوغ، ان الباجي اللي نورمالمون خص يكون عندك 2000 درهم. داكوغ، بالنسبه لهاد 2000 درهم اخي غادي نحسبوا لي شارجهم من الاولين. داكوغ، هنايا فاش تكون عندك 2000 درهم غادي تمشي تقلب على 10 ديال لي برودوي، تصاور ديال لي برودوي وفيديوهات ديالهم، وغادي تحاول تيستيهم. تيستيهم ب 200 درهم، 20 دولار. داكوغ، غادي تخدمهم بكاروسيل فيسبوك. من بعد ونوريكم كاروسيل كيفاش دايره، واخا غالبا هي راه معروفه بزاف كاع انكم كديروا بزاف ديال لي برودوي في كومبين وحده. داكوغ، هادوك 10 ديال لي برودوي كونوا متاكدين الا كانوا برودويات كيحلوا مشاكل، غتلقاو ضروري برودوي واحد فيهم وينين، يعني واحد البرودوي فيهم اللي مطلوب بزاف. هذاك البرودوي اللي مطلوب بزاف غادي تشوف تاخذوا منه 10 الحبات. داكوغ، او كنوصيكم عافاكم برودوي حاولوا ما تفوتوش ليا فيه الثمن ديال 70 درهم، سكيفي استرا يجيوك ب 700 درهم باش حتى انت تلقى ما تبيع، فهمتي؟ يعني تبيع ب 200 درهم هانيه. داكوغ، الا خديتي بثمن كثير ما يبقاش لك في لامارج، وغير غادي تمرض وغادي تلقى راسك في واحد الحساب وتقدر تخسر. حاول ما يمكن تاخذ برودوي اقل من 70 درهم بالجمله وقلبو مزيان. داكوغ، 200 درهم في الان هادي غير شان تيستيو بها، يعني نساها. داكوغ، من بعد اخي ملي كتقلب على هاد البرودوي هذا وكتلقى اخي فهمتي جيبان لك، راه ديجا انت عندك عليه فكره انه وين خدام مزيان، راه كتمشي اخي كدير لي الاتس. الاتس اخي كدير لي ب 30 دولار، سواء في المودول اللي غادي نعطيك فيهم لي ليفرور، سواء في المدينه ديالك. داكوغ، 30 دولار اللي هي 300 درهم، وانا متاكد برودوي وين الا كان خدام مزيان اخويا، انا متاكد و سوري سيغتان غادي تدخل فيه 10 ديال لي كوموند هادو مليفرين الا كان برودوي مزيان، فهمتي؟ تيستي شي وسط 10 ديال لي برودوي. داكوغ، وسط 10 ديال لي برودوي لي تيستيهم بالتصاور، متاكد الا درتي البرودوي اللي مزيان فيهم درتي لي 30 دولار 300 درهم غتدخل فيه 10 ديال لي كوموند، انا متاكد. داكوغ، فقط تخدم على المدن يكونوا شويه كبار مزيان. الا شل دابا هاي عندك 300 درهم، وبيان سور اخويا الا كانوا عندك 3 ديال لي برودوي 3 ديال 10 ديال لي برودوي 10 ديال الحباج، او عندك 10 ديال لي كوموند، خصك باش تصيفطهم. دونك 30 درهم لا ليفريزون هو المعدل اللي كاين في السوق، راه كاين الدراري اللي كيليفريو غير ب 20 درهم. داكو، غادي تمشي اخي غادي تحط لي 300 درهم، دونك 30 في 10 هي 300 درهم. داكو، 10 ديال لي كوموند غادي تليفريو، غادي تلقى راسك في التوتال، غتلقى راسك في التوتال اخي كليتي 1500 درهم. هنا نورمالمون 200 درهم ديال التيست خصني نزيدها 1500 درهم، هادو في لي شارج كاملين. لو غيست بقات لك 500 درهم، هاد 500 درهم هادي اللي كتبقى. داكوغ، هاد 500 درهم هادي اللي كتبقى حاطينها لشي حاجه تقدر توقع. داكوغ، من بعد اخي كان عندك برودوي داير 70 درهم بالجمله، الثمن ديال البيع ديالو خصو يكون 200 درهم اخي، ما حيدش لك الطبيب الا بعتي قل من 200 درهم ولا اكثر من 200 درهم ما بلاش، 199 درهم 195 درهم اتس اوكي مزيان. هنا الا بعتي ب 200 درهم راه غادي تدخل تقريبا غادي تدخل اخويا 10 ديال لي كوموند اخي نضربها في 200 هي 2000 درهم مزيان. هاد 2000 درهم الا حيدنا منها هذيك 1500 درهم ديال لي شارج كتبقى عندك 500 درهم بروفيت، 500 درهم وكنبقاو نعاودوه. داكوغ، انا ما عرفتش واش الطريقه مشروحه مزيان ولا لا، ولكن غنعاودها حيت هي بسيطه بزاف كاع، غنعاودها لك بالزربه. داكوغ، هنايا اخويا عندك 2000 درهم. داكوغ، 2000 درهم هي اللي حاطه، دونك خصك ضروري تكلي شارج. قلت لك غادي تمشي تهز 10 ديال لي برودوي، هادوك 10 ديال لي برودوي فاش تهزو ما تيستيهم ب 200 درهم في الاتس،
بالكاروسيل، يعني انك تستيم كامل في كومبين وحده، ولا ديرهم فيديو كاملين، شويه ديال الكرياتيف الدراري داكوغ. وسط هذوك 10 ديال لي برودوي انا متاكد تلقى واحد وين، انا راه نشوف راه تلقى اكثر من واحد وين الا كانوا برودوي مزيانين، فداك الوين غادي تيجي فيه 10 الحبات داكوغ. برودوي ما خصوش يكون فيه 70 درهم بالجمله، يعني 10 في 70 700 درهم داكوغ. راه كاينين برودويات قلبو مزيان تقدروا تلقاو برودوي ب 40 درهم داكوغ، خصوصا الا كان شي برودوي فيه كرياتيف وشي حاجه زوينه ومزيانه بزاف، عندك 700 درهم هنا. شيبينغ عندك اخويا 300 درهم، لانه كل كوموند تصيفطها ب 30 درهم، دونك هي في 10 هي 300 درهم. والادس اخويا غدير 30 دولار. نوصيكم في الادس خدموا على السايز ديال الاودينس تكون كبيره، باش كتكون الاحتماليه ديال بزاف الناس يشوفوا الادس ديالكم ويشروا من عندكم، ومابقاش تتعاود لكم في الامبريسيون ريتش كيتعاودوا الناس يشوفوا الادس شحال من مره ويدير لكم فلوس. في الطوطال تلقى راسك خسر شي 1500 درهم حشل دابا، بقاش عندك لو غيس ديالك 500 درهم، هذيك 500 درهم ما تشداش خبيها داكو، غادي كنخبيها ونساك لان ما كايناش، لان تقدر توقع شي حاجه داكو، شي حاجه بحالاش بحال شي بين يقدر يتقام شويه طالع، بحال مثلا الاتس تقدر تزادك شي شويه داكو، بحال لومبالاج داكو، يعني شاش خبي ديك 500 درهم. هنا كيف قلت لك برودوي داير اخويا 70 درهم ما تبيعو ب 200 درهم، اللي بعتيه باكثر من 200 درهم موفيز افار ما يشريوش منك، اللي بعتيه قل راه تكوزر. دونك عندك اخويا 200 في 10 ديال لي كوموند 2000 درهم داكوغ، 2000 درهم الا نقصتي من 1500 درهم ديال لي شارج تبقى عندك 500 درهم بروفيت. وكنعاودو الخدمه، بزاف غيقولوا ليا اخويا بدر كاع ما حسبش، اخويا بدر كاع ما حسبش الرجول، لا هنايا انا قلت لك 10 ديال لي كوموند هادو اللي غيتليفراو، انا متاكد 30 دولار في كوموند، في 30 دولار في برودوي، 30 دولار في برودوي خدام غنجيب لك اكثر من 10 ديال لي كوموند، غنجيب لك 15، يعني بالمعدل ديال 2 دولار على كل كوموند داكوغ. وهذا هو المعدل اللي كنخدمو به حنا، واللي كنسول الدراري كيقول لك تطيح لي الكوموند بدولارون 2 دولار. هادشي اللي كاين الاخوان، هذا هو البادجي. انا عاود نقول انا بديت الايكوميرس 300 درهم غير مسلفه من الوالده قسما بالله العلي العظيم، وانا صايم حاليا. دونك حاول ما امكن الاخوان تقلبوا مزيان، فهمتي؟ قلبوا مزيان، خرج راه تقدر تلقى شي برودوي كيتباع في الحومه عندك في الشارع في السويق، قلب بعد من تيليجرام. تيليجرام موفي زافار، هذوك اللي في تيليجرام هما براسهم باغيين يربحوا على دارك. حاول تقلب، غندير فيديو غالبا على كيفاش تقدر تقلب على برودوي ولا سكي، غالبا غنديرو غالبا، لانه فريمون بنادم يستحقو. هادشي اللي كاين الدراري، هذا هو البادجي. وركز هنا بزاف على عاوده، ركز بزاف على عاوده، اوكي خصك تعاود الخدمه تعاودها بالزربه داكوغ. هادشي اللي كاين الدراري، كنتمنى انه تكونوا استفدتوا. 2000 درهم راه فريمون واش تقدروا تخدموا بها. كوراج، الله يسهل عليكم اخوان، بيس اند لوف، تهلاو في راسكم.